السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم يوسف دلال من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في للفهم والاستيعاب لمادة الرياضيات الخاصة بالمستوى السادس ابتدائي. أيها التلاميذ السادس الابتدائيين، مرحبا بكم في هذه الحصة هذه الخاصة بتعلمات خصوصا كيفية إنجاز عملية الجمع والطرح في الأعداد الكسرية بمختلف أنواعها، مقامان مختلفان وكذلك نفس المقام. دكاغ، إذن نبدأ على بركة الله. إذن لاحظوا معي، هناك عدة أمثلة. يقول السؤال: اكتب على شكل عدد كسري مختزل. اكتب على شكل عدد كسري مختزل إذا أمكن. إذن نأخذ المثال الأول. لدينا 5 على 4 زائد 3 على 8. كما تلاحظون أيها التلاميذ الأعزاء، لدينا عددين كسريين ولكن مختلفين من ناحية المقامات. لاحظوا 8 هنا ولاحظوا 4 هنا. كيف ما تشوفوا، لكن واحد العلاقة ما بين 8 و4. 8 من مضاعفات العدد 4 و4 قاسم العدد 8. إذن نوحد المقامات، نحصل على 10 على 8 يساوي 5 على 4، ثم نحصل على 83 هي نفسها، نعصب يد بنفس المقام، ثم نقوم بإنجاز العملية بسهولة. 10 زائد 3 يساوي 13 والمقام 1 و8. هل استوعبتم جيدا هذا المثال الأول؟ لاحظوا جيدا، لقد قمنا بتوحيد مقامات وحصلنا على عدد كسري جديد. 10 على 8 يساوي 5 على 4، ثم 3 على 8 يبقى كيف ما هو، ثم قمنا بعملية الجمع. نفس الطريقة في المثال الثاني، 5 على 14 زائد 4 على 7. كما تلاحظون لدينا مقامين مختلفين، هنا 14 ثم 7. ثم نتساءل، هل هناك علاقة بين هذه المقامات؟ أي 7 في 2 يساوي 14. إذن 14 من مضاعفات العدد 7 و7 قاسم العدد 4. إذن نحتفظ بالمقام الموحد هو 14. ثم نقوم بتوحيد المقام الثاني، 4 على 7 نحصل على 8 على 14، وبالتالي نقوم بعملية الجمع بسهولة. هل استوعبتم جيدا المثال الثاني أيها التلاميذ الأعزاء؟ لاحظوا جيدا، لقد قمنا بتوحيد المقام التالي، حصلنا على المقام الجديد 14. 8 على 14 يساوي 4 على 7، ثم احتفظنا بنفس العدد الكسري. لماذا؟ لأن نفس العدد يحتوي على نفس المقام. ثم قمنا بإنجاز العملية، 8 زائد 5 يساوي 13. 13 14 وعدد مختزل من أصله، و13 على 8 كذلك عدد مختزل من أصله. نقوم بالعملية الثانية الثالثة. لاحظوا جيدا، لدينا 13 على 25 زائد 4 على 5. كيفية إنجاز هذه العملية بسهولة؟ أول شيء ملاحظة المقامات، 25 مقامان، 25 و5. إذن 25 من مضاعفات العدد 5. لماذا؟ لأن 5 في 5 يساوي 25. إذن 5 في 5 يساوي 25. إذن عددين كسريين موحدين. إذن أنا لدينا 25 و25. 25 13 زائد 20 يساوي 33. إذن 13 زائد 20 يساوي 33. هنا لدينا 25. إذن كيف ما تلاحظوا، 13 و25 تبقى ثابتة. لماذا؟ لأننا احتفظنا بنفس المقام، ثم استبدلنا 4 على 5 ب20 على 25، لأن قمنا بتوحيد المقامات، ثم أنجزنا العملية بسهولة. لاحظوا 13 زائد 20 يساوي 33، 33 على 25 إذا عدد كسري مختزل. لاحظوا جيدا المثال الأخير، 3 على 33 زائد 5 على 11. هل تلاحظون هناك مقامان مختلفين، ولكن 33 من مضاعفات العدد 11 لأنه قاسم له. إذا نحتفظ بنفس هذا المقام ولا نغير البسط، ولا نغير البسط، لأن أصلا 33 في 1 كما في 3 في 1. إذا نفس العدد. ثم نقوم باستبدال 5 على 11 ب15 على 33. لماذا؟ لأن قمنا بعملية توحيد المقامات.
المقام 33، إذن 3 × 5 يساوي 15، نفس العدد اللي كاين في البسط اللي ضربناه في المقام نضربه في البسط. لاحظوا، ثم نقوم بعملية تالية 18 × 33. هل استوعبتم جيدا هذا النشاط؟ لاحظوا جيدا، لاحظوا كيفية إنجاز العمليات. إذن هذا الخارج، هذا كذلك وهذا كذلك. إذن جيد، ننتقل إلى النشاط الموالي. سوف نقوم الآن بإنجاز النشاط الموالي. أكتب على شكل عدد كسري مختزل ما يلي. لدينا عملية طرح. لاحظوا المثال الأول وكيفية إنجاز هذه العمليات. 7 × 3 − 6 × 5. أول ملاحظة هو المقامات 3 × 5، مقامان مختلفين، إذن يجب توحيد المقامات. أول شيء نقوم به هي توحيد المقامات. إذن مقام 1 و15، لماذا؟ لأن 3 × 5 يساوي 15 و5 × 3 يساوي 15 كذلك. إذن مقام 1 و15 نقوم بضرب 7 × 5 يساوي 35، ثم 3 × 9 يساوي 27. إذن العملية سهلة جدا، 35 × 27 يساوي 18 × 15. يمكن أن نوحد المقامات بكل المقام 1 و3 3، يمكن اختزال. إذن هنا 18 × 3 تساوي 6، ثم 15 × 3 تساوي 5. إذن 6 × 5 هو مقام مختزل. يا إما نحتفظ 18 × 15، أما نقوم بالاختزال، ومن الأفضل نقوم بالاختزال إذا كان ممكن. إذن 6 × 5 هو عدد كسري مختزل انطلاقا من 18 × 15. لاحظوا جيدا الطريقة ديال الاختزال. قمنا باختزال، قمنا بقسمة البسط والمقام بنفس العدد 3. مقام 1 و15، 35 × 27 يساوي 18 × 15، ثم قمنا بعملية الاختزال بكل سهولة. ننتقل الآن إلى المثال الموالي، 3 × 4 − 7 = 12. ما الذي يجب أن نفعل؟ أولا هو ملاحظة المقامات. لدينا 4 و12 مقامان مختلفين، ولكن 12 من بين مضاعفات العدد 4، إذن نحتفظ بنفس العدد الكسري 7 × 12 7 × 12، ثم نقوم بتوحيد المقام موالي 3 × 4 هو نفس 9 × 12. لاحظوا جيدا، 4 × 3 = 12، ثم 3 × 3 = 12، نفس العدد. إذن قمنا بإنجاز الطرح 9 × 12 − 7 × 12 = 2 × 12. بعد قيام بالاختزال حصلنا على 1 × 6، نفس الطريقة في المثال الثاني. المثال الأول 3 × 4 − 7 × 12 تساوي 9 × 12 − 7 × 12. قمنا بإنجاز العملية بكل سهولة، حصلنا على 2 × 12، بعد الاختزال حصلنا على 1 × 6. إذن 1 × 6 هو عدد كسري مختزل. لاحظوا جيدا الطريقة، نفس المثال بالنسبة للطريقة الأولى. لاحظوا جيدا توحيد المقامات من بعد الطرح من بعد الاختزال. إذا انتبهوا جيدا هذا المثال الثالث، لدينا 25 × 4 − 8 × 3. إذا أول شيء سوف نقوم به هو ملاحظة المقامات. لدينا مقامين مختلفين 4 يخالف 3، إذا المقامين مختلفين يجب علينا أن نقوم بتوحيد المقامات. 12 لدينا 12 هنا، 12 هو المقام 1، لماذا؟ لأن 4 × 3 = 12، ثم 3 × 4 = 12، إذا المقام 1 و12. ثم نقوم بعملية تالية، 4 × 8 يساوي 32، 25 × 3 يساوي 75، 75 أكبر من 32. إذا العملية بسيطة جدا،
نقوم بإنجازها بسرعة. 43 على 12، إذن 43 على 12 وعدد كسري مختزل من أصل. لاحظوا جيدا الطريقة، أول شيء وهي ملاحظة المقامات، ثم نلاحظ نشوف واش عندهم نفس العلاقة ولا لا. إذا كانت لهم نفس العلاقة كيف المثال، نحتفظ بأكبرهم، ثم نقوم بتوحيد الثاني. إذا لم نجد العلاقة بينهم، سوف نقوم بضرب 4 في 3 ثم 4 في 3 ثم 3 في 4، ثم نوحد المقامات، ثم نقوم بعملية الطرح. في المثال الموالي لدينا 8 على 7 ثم 9 على 8. لاحظوا جيدا، أول شيء سوف أقوم به هو ملاحظة المقامات. 7 يخالف 8، إذا يجب علي أن أوحد المقامات. 7 في 8 كم يساوي؟ 56. ثم 8 في 7 كم يساوي؟ ثم 56. إذا 7 في 8 56، 8 في 8 يساوي 64. نفس العدد اللي ضربناه في البسط ضرب المقامات، شي شفناه في توحيد المقامات، كيفية توحيد المقامات في الدورة الأولى. إذا نفس العدد هنا، 8 في 8 8 في 7 يساوي 56، 9 في 9 في 7 يساوي 63، 64 أكبر من 63، إذا الطرح ممكن. نأخذ الاعتبار 1 على 56. تلاحظوا العملية من الأول، 7 على 3 ناقص 9 على 5 يساوي 35 على 15 ناقص 17 على 27 على 15 يساوي 18 على 15. يمكنني أن أقوم بالاختزال هو 6 على 5، ثم ألاحظ 4 على 12 مقام مختلف، نحتفظ ب 12. 7 على 12 ثم نوحد المقام الأول، 3 على 4 يساوي 9 على 12، 9 على 12 ناقص 7 على 12 يساوي 2 على 12 بعد الاختزال 1 على 6. ثم نقوم بالعملية الثانية، 25 على 4 ناقص 8 على 3 يساوي 75 على 12 ناقص 32 على 12 يساوي 43 على 12. تلاحظوا جيدا طريقة سهلة جدا. فوالا اكزاكتومون، اذا 75 ناقص 32 يساوي 43، لا تتطلب مجهود اكثر. يجب عليكم أن تركزوا في الأول وكيفية توحيد المقامات. أول شيء خاصكم تلاحظوا هو أنكم خاصكم تعرفوا كيفاش توحدوا المقامات، فوالا باش يسهل عليكم بالضبط هاد العمليات. إذا 7 على 8 إذا عندنا مقامين مختلفين نوحدهما، 56 56، إذا 64 ناقص 63 1 على 56. إذا من خلال هاد النشاطين المقترحين في هاد الحصة هذه لقد تمكنت من إنجاز كتاب من حساب عدد كسري مختزل، يا إما عدد مجموع عددين كسريين مجموع عددين كسريين مقامات لهما مقامان مختلفين، وكذلك طرح عددين كسريين لهما مقامان مختلفين. إذا في هذه الحصة هذه سوف نتمم إن شاء الله في حصة قادمة. إذا أستودعكم الله وإلى اللقاء. كان معكم يوسف من خلال الشاشة المتميزة جوكومينيك تي في. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله مع جوكومينيك تي في للقناة للفهم والاستيعاب لمادة الرياضيات المستوى السادس ابتدائي.